وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد المهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي. دكتور عبد المهدي، برحب بحضرتك بداية. ويعني الحرب على غزة بتدخل اليوم يومها 88، كيف تتابع تطورات الوضع الميداني؟ يعني أولا أنا باعتقادي أنه ما زالت إسرائيل بنفس النهج الذي بدأته منذ اليوم الأول. أول أمس كان هناك حوالي 17 مسجرة بحق عائلات نتج عنها استشهاد 136 شهيدا في يوم واحد. ما زالت إسرائيل تتبع نفس النهج في محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني من أجل دفعوا إلى التهجير من قطاع غزة، وهو الهدف الحقيقي من هذه الحرب لتغيير الوضع الديموغرافي. وبالرغم من ذلك هناك مطالب أمريكية لإسرائيل بتغيير وتيرة الحرب وليس إنهائها، وهذا ما يفسر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه العملية، وهي تكتيك مختلف تستفيد منه إسرائيل بأنها تقلص عدد الاحتياط. هذا جانب. الجانب الآخر تتحول إلى هجمات مركزة بعيدا عن الأسلوب الأول الذي تسبب بإحراج كبيرا للإدارة الأمريكية طوال الفترة الماضية. وهذا لا يعني أن هذه الحرب انتهت، ولكن تتغير أشكالها إلى أشكال أخرى لتخفيف الضغط العالمي والإعلامي على إسرائيل والولايات المتحدة. يعني هذا التغير في الشكل دكتور عبد المهدي، يعني كيف تقرأ المشهد في ظل هذا التكثيف من جانب إسرائيل للضربات بالطائرات والدبابات في جنوب قطاع غزة، خاصة بعد أن أعلنت عن خطة أيضا لسحب بعض القوات من شمال القطاع؟ هي لم تسحب، إعادة الانتشار والتمركز في أماكن أخرى من شمال القطاع، لكن هي ما زالت موجودة في شمال القطاع. إسرائيل باعتقادي أنها ستحاول في أقرب هدنة تحدث إلى السماح للمواطنين بالعودة إلى بعض المناطق في غزة والشمال، ليس بهدف إعادتهم ولكن لتخفيف الضغط الموجود في الجنوب حتى يتسنى لها بالطريقة الجديدة أو التكتيك الجديد أن تتحرك بشكل أفضل في الجنوب. هذا جانب. الجانب الآخر، ستبقي سيطرتها على منطقة منتصف القطاع اللي هي منطقة مفترق الشهداء المسمى للتريم سابقا، بهدف التحكم في الانتقال من الشمال إلى الجنوب وإدخال قوات في أي لحظة هي تريدها مرة أخرى إلى غزة. إسرائيل ستستمر متواجدة في قطاع غزة حسب هذه التحركات التي تقوم بها لفترة أطول خلال عام 2024، وهذا المخطط نتنياهو الشخصي الذي قد يصطدم مع الإدارة الأمريكية، ولكن إذا استطاع تمرير هذا المخطط هو يريد إعادة تشكيل احتلال قطاع غزة بطريقة مختلفة، لن يعود كما كان في السابق بعد حملة الدمار الشامل التي وجهها إلى البنايات وكان في قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي.